مشاهدي موقع الدار، اهلا ومرحبا بكم. نتواجد الان بمدينه الدار البيضاء الكبرى وبالضبط منطقه هراويين الجنوبيه، حيث الاشغال ما زالت مستمره لانجاز حوض مائي على مساحه 8 هكتارات ونصف اللي غادي يتمكن من تجميع مياه الامطار اللي كتقدر الطاقه الاستيعابيه ديالو 125 الف متر مكعب، اخذ عين الاعتبار 360 هكتار من التجمعات السكنيه. باقي التفاصيل تجدونها في هذا الفيديو بإنجاز الزميل كريم الشرعي، تابعوا. جاحل بدر الدين، رئيس قسم الاشغال في شركه ليداك. كنتواجدوا الان على مستوى حوض تجميع المياه الامطار الشتويه لمنطقه الهراويه الجنوبيه. هذا المشروع هو مشروع مهيكي اللي كيهدف للوقايه من الفيضانات في هذه المنطقه. هذا المشروع كيمتد على واحد المساحه ديال 8 هكتارات ونص، والقدره الاستيعابيه ديال التخزين في هذا الحوض تناهز 125 الف متر مكعب. بالاضافه لهذا المشروع المهيكي، قامت شركة ليداك بإنجاز وإتمام مجموعة من المشاريع الكبرى على مستوى تراب ولاية الدار البيضاء الكبرى. نذكر المشروع الأول ديال الطريق الجديدة، الطريق الوطني رقم 1، مشروع ديال إنجاز وإتمام سرداب تحت أرضي اللي الطول ديالو كيتعدى 3 كيلومتر. المشروع الثاني هو المشروع ديال السرداب تحت أرضي اللي تم إنجاز ديالو على مستوى منطقة حي الصدري، واللي غادي يهدف لتخزين واحد 14 ألف متر مكعب ديال المياه ديال الأمطار، بالإضافة لمحطة ديال التعلية ديال المياه. المشروع الثالث هو مواكبة للمشروع ديال إنجاز النفق ديال الموحدين، تم إنجاز ديال التقوية ديال الشبكة وإنجاز قناة دولور، يعني مواكبة مع هذا المشروع اللي تم إنجاز ديالو والآن راه هو في طور الاستهلاك. أنا لازم نتكلموا على العدد ديال المشاريع على مستوى الأحواض تقريبا شحال عدد الأجمال ديالها؟ يعني مواكبة للتوسع العمراني اللي كتعرفوا جهة الدار البيضاء الكبرى، فقامت شركة ليداك بالتعاون مع مختلف الشركاء بإنجاز ما يزيد على 144 يعني حوض لتخزين المياه الشتوية، بالإضافة إلى ما يزيد على 166 محطة لتعلية المياه الشتوية. هذا مجهود مهم اللي كيهدف للحماية ديال مختلف المناطق ديال الدار البيضاء الكبرى من الفيضانات وتقليل من التأثيرات ديالها. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.